كثير ما يشكي كثير من الشباب انه بعض اسمه بعض الذنوب وبعض المعاصي صعبه عليه تو يتوب منها ويرجع فيها وما الى ذلك. نقول لا تعجز عن التوبه ولو رجعت في اليوم 100 مره، لا تعجز عن التوبه. لا تنسى ان لك اله يرغبك، ومهما وقعت في الذنب اذا عندك صدق في الرجعه اليه، مهما ابتليت بالرجعه ثانيه وثالثه فيرى صدقك ويخلصك بعد ذلك. اليوم بكره بعد بكره بعد شهر بعد شهرين على قد صدقك، ما هو بيخلصك، لكن انت لا تقطع صلتك. لا تقول تصدق عدوك تقول خلاص انا اللي ما فيه فايده خلاص ده الامر اللي كنا واقع فيه وبستمر فيه. يقول لا لا لا، هذا يضحك من قبل النفس الشيطان عليك مشان يقطعونك عن هذا الاله. انت مرجع لي وتقول وفقني ولا اعود، ولو عدت ارجع وانت تقول بعدها لا اعود. وسمي ما يرى صدقك.